السلام عليكم متابعينا الاوفياء، مرحبا بكم في محلات جلال للديكور. امي الحبيبه خالتي العزيزه خالتي مدام سدتي الحنونه عمتي الانيقه، اليوم حبيت نشارك معكم جوله خفيفه ظريفه باشياء جميله وانيقه ورائعه متميزه. الله يبارك بالاناقه، نبدا على بركه الله ونشوف الاشياء اللي وفرناها لكم جديده. نبدا لكم بحاجه نحاسيه جميله على بالي بزاف لي كليون استناوها، اليوم وفرناها للمحل. تبعي مليح يا مال عزيزه، جبنا لك اطباق تاع غاطو، الله يبارك ما شاء الله. كما راكي تشوفي اناقه جديده، اطباق كل موديل يقول خوه تازيله يعني الله يبارك ما شاء الله. هاي ليك عندك هذا واحد، هذا يدير 50000 مال عزيزه، هذا الموديل الاول. هذا الموديل الثاني، هذو كامل 50000. هذا الموديل الثالث شكل زربيه، عندك موديل هذا يجي هكا مخروق، هذا يجي سامبل الله يبارك ما شاء الله. ها كاين ثاني كيما هذا هكذا، كاين كيما هذا هكذا، يعني الله يبارك ما شاء الله. زياده على هذه الاطباق الجميله الانيقه هذه ب 175000، وهذو اللي كنا نشوفوا فيهم كامل 50000 يا مال عزيزه، الله يبارك ما شاء الله. ما كانش يقول لي ما نقدرش ندي موديل هذا عيان وهذا عيان، كامل الله يبارك ما شاء الله. كل موديل يقول خوه تازيلي، الله يبارك اناقه جميله ورائعه. امي الحبيبه اطباق نحاسيه ما شاء الله، كما راكم تشوفي هاي قدودي شبر هكذا باش تعرفوا الحجم تاعها، هايديك يعني متوسط الله يبارك ما شاء الله. 50000 الحبه، حبه ب 50000، هادو يديروا 175000 على بعضهم. وعندك موديل كيما هذا يديروا 95، حجم كبير، اللي يحتاج حجم كبير كيما هذا 95000. هاي كاين اللي يجي بالنوار وكاين يجي دوري كومبلي. انا قال الله يبارك ما شاء الله. زياده على هذاك جبنا لك هذا الموديل تاع الفلون صالا دو فروي، الله يبارك سيري كومبلي ب 140000، تجي اللون تاعها دوري. ها قداه؟ 140000 خالتي العزيزه. نزيدو نروحو نشوفو كوتي واحد اخر فيه اشياء انيقه اخرى وفرناها لك في المحل. زدنا جبنا شافيس تاعتي الله يبارك ما شاء الله، هاوليك يجي 6 بالصحونه تاعهم، هذا 6 بالصحونه تاعهم، السعر تاعو يدير 175. حبيتي تزيد له بريق يدير 240000، انت والاختيار تاعك. البريق وحده 240، سيرفيس كيما هكا فيه 6 بالصحونه تاعو يدير 175. في امي الحبيبه زدنا وفرنا لك موديل تاع قهوه وحليب كيما هذا يما العزيز، الله يبارك يا شيخ مضيف، السعر تاعو 760000. هاوليك الظريف الله يبارك ما شاء الله، في غير اللون الاسود. زياده على اللون الاسود كاين اللون ابيض بالدوري الانيق المتميز بالجمال، هاوليك هذا الله يبارك 650 في يما روعه، ابيض. وعندنا اللون الاسود تاعو اللي كان متواجد في المحل، هذا يدير 650 والاخر يدير 680 في اللون الاسود، يعني الله يبارك ما شاء الله. حله جديده هذا تاعتي 580000. عندنا اطباق كيما تاع مكسرات حجم الصغير يدير 55، وهذا الكبير يدير 95000. هذا في الاطباق الجديده. نزيدو نروحو نشوفو حاجه واحده اخرى وفرناها لكم جديده في اللون الذهبي، يعني الدوري على كل حال، رام كاتافلون او صالاد دو فروي، هايليك انيقه جميله ورائعه. هذا يتباعو بالسته يديرو 110، 110000 ولا 110000 كيما حبيت يا مال عزيزه الاختيار لك يا غاليه. هاوليك يا مال عزيزه 6 ب 110000. زياده على ذلك يا امي الحبيبه الغاليه نزيد نعطيك، وفرنا لك البروفي كوك الحجم الكبير تاع 7 كيلو ونص، 1500 واط 10 اطرات بالنسبه للماء. هاي ليك. وعندنا بروفي كوك الصغيره تاع 3 ملايين و300 حاجه الله يبارك ما شاء الله، فيها 1500 واط 3 كيلو، مجسم تاعها كامل حديد حاجه الله يبارك تعجين. عندك الصغيره هذه فيها 3 كيلو، وعندك الكبيره تاع 7 كيلو ونص راهي متوفره في محلاتنا. هاي ليك بسعر هذه دارت 4 ملايين و650 4 ملايين و650، اما بالنسبه لهذه دارت 3 ملايين و300. رانا وفرناها لك في المحل يا امي الحبيبه كما راك تشوفي، انيقه جميله ورائعه. زياده على الجديد اللي متوفر اليوم زدنا وفرنا لك عصاره بومان، عصاره بومان هذه تاع تشينا. هاي ليك ماكينه تاع عصر ادير لك العصير يا امي العزيزه، هذا السعر تاعها يدير 330000 حاجه دوريجين المانيه، هاي متوفرة في المحل. زيادة على ذلك يا غالية يا عزيزة أمي كاين باتر تاع بومان ألمان 335، هذه الأشياء الجديدة اللي وفرناها لك في المحل. وزيادة على ذلك الأشياء اللي وفرناها للبارح ولا أمي الحبيبة خالتي العزيزة خالتي مدام جدتي الحنونة عمتي الأنيقة الرائعة المتميزة بالطول كما شتي معايا الأشياء اللي وفرناها لك اليوم كانت جد رائعة وجميلة. أنا منين نجيبو جديد راني ما نبخلكمش ومانيش راح نبخل اي ام او اخت معايا حبت حاجه تشوفها. كيما راكي تشوفي هذا نورمالمون جبنا البارح
يعني الله يبارك ولا اروع، ست الاطباق هذه افير مليحه، 50 في الطبق يعني مليحه بزاف تاع قاطوات، ويخرجوا مع جميع كما يقولوا الاطباق، اللون ابيض اسود احمر، اي كولا درتي يخرج معه. امي الحبيبه نقول لك شكرا لحسن المتابعه، انتظرونا في جديد اخر، دمتم في رعايه الله وحفظه. قبل المغادره فقط نقدم تحياتي لأحد العائلات الله يبارك المتتبعة لقناتنا في اليوتيوب والفيسبوك، يعني الله يبارك ما شاء الله عائلة جميلة أنيقة رائعة متميزة الله يبارك بالظرافة، عائلة جدتي العزيزة فريدة، تحية خاصة لك يا جدتي الغالية فريدة مع ابنتها الأخت العزيزة خالتي مدام بثينة، نقول لك تحية لك أخت بثينة الله يبارك، أنت في كما نقولوا مقام الأم أو الأخت الأكبر، نقول لك تحية ليك مع الأخ الكريم وصديق المحل معاوية، نقول لك تحية ليك صديقي العزيز مع جميع أفراد العائلة بدون ما ننسوا أي إنسانة صغيرة كتكوتة كبيرة خالة جدة عمة، تحية الناس قسنطينة بصفة عامة، نقول لكم مرحبا بكم دائما وشكرا لحسن المتابعة وبارك الله فيكم على الدعم تاعكم، عائلة ولا أجمل، شكرا لكم بارك الله فيكم يا أمي الحبيبة فريدة. زيادة على ذلك نزيد نقدم تحياتي جميع لك اللي راهم يتابعوا فيا من 58 ولاية، شكرا وبارك الله فيكم يا أمي الحبيبة الغالية، دمتم في رعاية الله وحفظه.